النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مساء الخير. يواجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بعد حوالي نصف ساعة من الآن كلمة إلى اللبنانيين حول الاستحقاق الانتخابي النيابي. هذه الخطوة تأتي وسط أجواء انتخابية عابقة وتحركات كثيفة لماكينات المرشحين الذين تتوالى مواقفهم حول برامج عملهم والأوضاع على اختلافها. وثبت لهجة موجودة لدى كل المرشحين تتضمن وعودا بالعمل من أجل الناس في البرلمان الجديد، غير أن القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات لا يولد تنافسا على أساس حزبين كما هو الحال في الدول الكبرى ليحكم الرابح ويراقب الخاسر، إذ أن التنافس المسيطر محليا في هذه الأثناء يدخل إلى كل حي في المدن والقرى ويدور في حالات كثيرة بين الأقارب، والانتخابات معركة أهلية لكن على أساس ديمقراطي. وفي رأي أوساط سياسية أن المطلوب بعد 6 أيار وتشكيل الحكومة الجديدة الشروع في إعداد قانون انتخاب عادل وواضح ولمرة واحدة في البلد الذي يتحضر لما بعد الحروب المنطقة. واليوم خطف مؤتمر بروكسل الأجواء إذ أنه لسوريا والمنطقة ولاحتواء أعباء النازحين. وفي هذا الإطار خاض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المشاركين في المؤتمر أن المطلوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعدما غصت بهم الربوع اللبنانية. من على منبر مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة الافتتاحية المجتمع الدولي إلى دعم لبنان فيما يخص أزمة النازحين، قائلا إنها مسؤولية جماعية ولبنان يأمل التوصل إلى تسوية سريعة تنهي مأساة الشعب السوري. وأضاف الرئيس الحريري: رغم الجهود المشتركة فإن الظروف قد تدهورت ويبقى لبنان مخيما كبيرا للاجئين. Despite all the progress and the achievements over the past year، لقد ازدادت التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك من جهة إلى التنافس على الموارد وفرص العمل الشحيحة، ومن جهة ثانية لأن المجتمعات المضيفة رأت أن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ازدادت سوء نتيجة الأزمة. الرئيس الحريري قال أن الحكومة اللبنانية التزمت بكل مكوناتها سياسة النائب النفس، وأكد المجتمع الدولي التزامه باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي وبأمنه وبناء مؤسساته. على رغم كل التقدم والإنجازات التي حصلت في خلال الأعوام الماضية، لا يزال لبنان يواجه تحديات، ولا تزال الاحتياجات كبيرة والموارد نادرة. وعلى رغم كل الجهود التي نبذلها، فإن احتمالات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان حقيقية، وكذلك هي إمكانية تطرف الشباب اللبناني والسوريين العاطلين عن العمل. وقد تسفر الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة عن زيادة الاستياء الاجتماعي، ما قد يسفر عن اضطرابات وعنف وتهديد للاستقرار السياسي والأمني، ما سيعطي حافزا للنازحين للبحث عن ملاذ آمن في مكان آخر. الرئيس الحريري الذي دعا إلى تمويل خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين بشكل مناسب أوضح أن مساهمات الجهات المانحة في برنامج خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2017 بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 45% من مطلب لبنان الأساسي البالغ 2.7 مليار دولار أمريكي. وكان الرئيس الحريري قد قال لدى وصوله إلى مبنى المفوضية الأوروبية إن كل الأموال التي ستقدم في هذا المؤتمر يجب أن تكون على شكل هبات. وعلى هامش المؤتمر الرئيس الحريري عقد سلسلة لقاءات أبرزها مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وكان بحث في التطورات في المنطقة والعلاقات اللبنانية السعودية. مؤتمر بروكسل حول سوريا والنازحين دونه عقبات، لكن التصميم واضح على ربط مسارات الحل ورفع مستوى المفاوضات إذا أمكن. انطلقت أعمال المؤتمر الدولي حول مستقبل سوريا والمنطقة في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، والذي يرمي إلى حشد الدعم للمتضررين السوريين من الأزمة السورية داخل وخارج سوريا، إضافة إلى مناقشات بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية المختلفة العاملة في سوريا وفي دول الجوار.
كما يهدف المؤتمر إلى التركيز على دعم المرحلين السوريين واللاجئين وعلى دعم قطاعات التعليم والصحة وتوفير فرص الاندماج للاجئين وتوفير ظروف عودتهم إلى بلادهم في المستقبل. الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني لفتت في كلمة لها خلال المؤتمر إلى أننا بحاجة إلى الرؤساء للتقدم بملف المفقودين والمحتجزين والمعتقلين، ويجب العمل لتتمكن الجهات المختصة من تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري. واعتبرت موغريني أن هذا الأمر ليس سهلا، لكننا إذا كنا نؤمن بالحق فهذا لا يعني أننا نتصرف بسذاجة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتأمين السلام في سوريا التي هي ملك لجميع السوريين. وسألت موغريني: يمكن للحروب أن تؤدي إلى انتصار عسكري، لكن هل ستؤدي إلى السلام؟ وقالت: إننا نعمل على تعبئة المساعدة والدعم المالي ومن أجل جمع الجهات السورية على طاولة المفاوضات بشكل واقعي، ونستطيع أن نقوم بذلك. ولفتت إلى أنه يجب أن نستثمر كل مواردنا لننتقل من التصعيد إلى المفاوضات السياسية الناجحة، ويجب أن نسمح للسوريين بالفوز بالسلام. من جهة ثانية، أشارت موغريني إلى أن لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران وسينفذ كاملا. من جهته، أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حشد الجهود لإيجاد حل سياسي حقيقي واضح في سوريا، وأشار إلى أن الحل العسكري لا يجلب حلا سياسيا للصراع بل يعقد الأمور. الرئيس عون يوجه مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين عشية بدء الانتخابات في الدول العربية، وينوه بفوز لبنان في معرض دبي للسفر. يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 8 مساء اليوم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسالة إلى لبنانيين مقيمين ومنتشرين عشية بدء الانتخابات النيابية في الدول العربية يوم الجمعة المقبل، والتي تستكمل يوم الأحد في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا. الرئيس عون اطلع من وزير السياحة أواديس كدانيان على فوز الجناح اللبناني في معرض سوق السفر العربي المقام في دبي بجائزة أفضل جناح من أصل 65 جناحاً انتشرت في المعرض الذي شارك فيه 2500 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة. وهنأ الرئيس عون الوزير كيدانيان على الإنجاز الذي حققته الوزارة في معرض دبي، مؤكدا على أهمية الحركة السياحية في الموسم المقبل لإنعاش الاقتصاد اللبناني، لا سيما وأن الاستقرار الذي ينعم به لبنان يساعد على تحقيق ذلك. الرئيس عون عرض التطورات الراهنة مع النائب الشيخ فريد الياس الخازن وفي قصر بعبدة النحات بطرس فرحات، الذي قد قدم للرئيس عون نسخة من كتابه حلم الحجر بثلاث لغات إضافة إلى منحوتة على شكل قذيفة حفرت عليها الشارات العسكرية للضباط. الرئيس بري تابع شؤونا الانتخابية في المصاي لحمة وفود شعبية، أكدت العيش المشترك والوحدة الوطنية التي يشكل الرئيس بري صمام أمانها. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى في دارته في المصيلح راعي أبرشيات صور ومنطقتها للطائفة المارونية المطران شكرا لنبيل الحاج. وتابع الرئيس بري شؤونا انتخابية مع وفد من الفخوري من بلدتي مصيلح والحجة برئاسة كاهن الرعية الأب ميشيل قنبر. والتقى رئيس وأعضاء رابطة الفقيه وممثلين عن العائلة من القرى والبلدات الجنوبية كافة. الرئيس بري عرض الشأن الانتخابي مع وفد شعبي من بلدة القوزح ضم الأبوين جاك صعب وفادي فلفلي. الوفد شدد أمام الرئيس بري الالتزام بثوابة الجنوب في العيش المشترك والوحدة الوطنية التي يشكل الرئيس بري صمام أمانها. على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وأبرق مهنئا لرئيس الباراغواي المتحدر من أصل لبناني ماريو بنيتاز بانتخابه رئيسا للجمهورية. منصة إعلامية لتواصل الصحفيين مع السفراء العرب عبر تدشين مبادرة فنجان قهوة بدعوة من السفارة السعودية. من أجل عدم وصول أي معلومة خطأ أو مضللة والتأكد من مصدرها، كانت مبادرة سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بجمع عدد من الدبلوماسيين العرب بإعلاميي لبنان عبر مبادرة فنجان قهوة. حقيقة لاحظنا الكثير في الفترات الأخيرة، هناك معلومات مضللة وهناك من يعني يصطاد في تشويه صورة الرسائل الإعلامية. أعتقد مثل هالمبادرات ومثل هالمنصات الإعلامية تعمل تصحيح وتصويب للمصدر الأساسي للمعلومة. إذا حجبت المعلومة
دائما الإعلامي يحاول يجتهد ويتشاطر ويحلل، ولكن تبقى ليس معلومة، مجرد اجتهاد. اللقاء الأول كان مع صحفيي وكتاب جريدة النهار تقدمتهم نيلة تويني، ومشاركة سفراء دولة الإمارات، مصر واليمن، وحضور الصحفي عماد الدين أديب ضيف شرف. النقاشات تناولت الأوضاع اللبنانية والتطورات في البلدان العربية، فكان تشديد من السفراء المشاركين على عدم التدخل في الانتخابات اللبنانية وأهمية أن ينقل الإعلام اللبناني الوقائع بصدقية، خصوصا ما يتعلق منها بالدول العربية. السفراء سئلوا عن التحرك الثلاثي السعودي الإماراتي المصري، فكان الجواب من أجل مزيد من التنسيق والتوافق وتوحيد الصف العربي في وجه ما يحاك ضد هذه الدول من تدخلات في شؤونها. محور مصر، الإمارات، السعودية، البحرين بيقدم نفسه بشكل دلوقتي إيجابي جدا، بتحرك مشترك، بيحاول إن هو يقدم أفكار جديدة ويحاول إن هو يطرح الصوت العربي المعتدل المتعقل. وفي نهاية اللقاء كان تنويه به من صحفيي النهار وعلى أهميته في هذه الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة. في كتير عنا أسئلة منحب أنه نطرحها مع مجموعة من سفراء العرب اللي أكيد بيعبروا عن دول كبيرة ومؤثرة بلبنان. مبادرة فنجان قهوة ستتكرر شهريا مع مختلف وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو مكتوبة أو مسموحة. رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي أكد خلال لقاء مع الكوادر والمكنة الانتخابية في المردة أن الحقيقة لا تتغير وأن الشعب أهم قاض وهو الذي يعطي كل ذي حق حقه، لافتا إلى أن المواطن قد ينجر باتجاه معين لفترة قصيرة، إلى أن الحقيقة لا بد أن تظهر. اللي حب الناس وآمن بالناس، الناس بيأمنوا فيه وبيحبوه، وبالنتيجة كل شيء بيتغير، ولكن الحقيقة ما بتتغير. تمرق أمور تظلم بعض الفئات بعض الفترات، ولكن إذا بنطلع على مراحل طويلة بيجع كل صاحب حق لحقه. الأمور جاي صحية منيحة، ما بدناكم تخافوا، طمنوا، الأمور جيدة جدا، وكل واحد استعمل بالسياسة ترهيب والترغيب، بالنتيجة وقت بتسقط الهيبة كل هيدا بيفرط. وقت بتصير قوة العهد هو الخدمات والخوف والمسايرة، خلاص انتهى. لذلك نحن بننتبه، العالم بتحبنا، العالم آمنت فينا، ما خذلنا الناس. نحن وقت دفع دم، نحن دفعنا دم مع الناس، مش الناس دفعت ثمن دم عنا. المسيحيين مثل ما هن بيسمون، شو عملوا بالمسيحيين اللي جايين يخلصوا بلبنان؟ شو عملوا بلبنان؟ فتشوا بالصفقات ما لقونا، فتشوا بالدم ما لقونا، فتشوا بالتهجير ما لقونا. نحن بنحكي أخلاق، نحن بنحكي ثبات، نحن بنحكي أصول. نحن بنقول اللي وقف معنا بنقدله لو على حسابنا. نحن قوية بقوتنا الذاتية وبأصدقائنا وبالناس يلي بتأمن فينا. عندنا حلفاء، كان بالكورة، كان بالبترون، كان بعكار، اللي كان بطرابلس، اللي كان بكل المناطق بيتكل عليهم المرحلة المقبلة. وعندنا شباب واعد جديد كمان، نحن منلكم انه الاتكال عليكم. رئيس لائحة المصالحة تيمور جنبلاط أكد أن الانتخابات ضرورية ومن خلالها نحافظ على وجودنا
لكن رغم أهميتها ورغم الضغوطات التي سوف نواجهها مستقبلا، الأهم المحافظة على وحدتنا في الطائفة وعلى المصالحة. كلام جنبلاط جاء خلال زيارته منطقة غرب علي، يرافقه النواب غازي العريضي وأكرم شهيب وأنري حلو. ووسط استقبال حاشد، وصل تيمور جنبلاط إلى منزل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، الذي أكد مباركته للمبادئ التي يحملها جنبلاط. تأمين طابق في المجمعات التجارية وفقا لتقسيم المحافظات والدوائر بإشراف السلطات المعنية، اقتراح تقدم به جورحال لتسهيل عملية انتخاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل سيلقى الصدى؟ هبة عياد. فيما تعلو صرخة ذوي الاحتياجات الخاصة على عتبة الانتخابات النيابية دون أن تلقى الصدى ترجمة في القوانين، أردنا أن نوصف الحالة بالصورة علها تحرك مسامع المعنيين. هنا في أحد المدارس المخصصة لتكون مركزاً للاقتراع، معاناة يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة ومن معه، فحتى تصل إلى المصعد أمامك أدراج ناهيك أنه حتى على مدخل المركز لا يوجد رصيف آمن للكرسي. بالقانون بالمادة 98 من القانون 220 على 2000 لاحظين أنه يجب تأمين جميع المستلزمات التي تؤمن عملية انتخاب سليمة لذوي الاحتياجات الخاصة. مادتين مش كافيين، وإذا بدنا نجي لقلون وين تطبيقون؟ ما كاميرتكم صورت كله دراج وكل. طيب قدي بدون يلحقوا حتى لو نزل قوى أمنية وهيئة إشراف وصليب أحمر؟ قدي بدون يلحقوا؟ المستلزمات هي أنه الواحد يقدر يفوت ينتخب بطريقة سليمة وبلا ما يربح جميلة حنبة. جو الذي يمثل عينة كانت لديه الجرأة ليتحدث عن هذه المعاناة، وبدلا من أن يلعن الظلام أراد أن يضيء شمعة لمواجهة الواقع المر الذي يعيق حقه في الاقتراع، فتقدم بهذا الاقتراح. هذه الورقة هي اقتراح تقدم للمعنيين، عبارة عن اقتراح لتجهيز مراكز تجارية، تسكير طابق منها، ما عم نطلب تسكير المول بشكل كامل، تسكير طابق لتسهيل عملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة والناس اللي ما بتقدر، من مسنين لمكفوفين لناس حوامل لكبار السن، لحتى يقدروا يقترعوا بكرامة وباحترام يلي هو حق مكتسب لهم. قدمته للرئيس الحريري وللرئيس فخامة الرئيس العماد عون ووصل لوزير الداخلية كمان. شو كان الرد؟ بعدنا ناطرين الرد. انت اليوم رح تنتخب؟ رح انتخب ما بعرف، لنشوف. 15-20% من الشعب اللبناني، طيب هول ما بحق لهم يقترعوا؟ ببلاد برا بالدول المتحضرة إذا 10,000 واحد ما بيصوتوا في إمكانية لإلغاء الانتخابات. فإذا كان هذا الحق في الاقتراع، سياسيون هم الأحوج إليه اليوم ولم يكلفهم المزيد من الحبر على الورق، إذ أن قانون الانتخاب لم يلحظ أكثر من مادتين لهذه الشريحة، فكيف إذا لم يكن هذا الحق لا يعود بالفائدة لسياسيين؟ فإلى متى ستبقى اقتراحاتهم ومبادراتهم تتطاير في مهب الريح؟ أزمة تمثيل برجة والحفاظ على التنوع السياسي، وعنوان لقاء رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والجماعة الإسلامية في بيروت. انطلاقا من رفضه إقصاء أي مجموعة سياسية أو دينية وحرصا على التنوع السياسي واحترامه على الساحة اللبنانية، زار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الجماعة الإسلامية في بيروت، يرافقه وفد نيابي وحزبي. وكان الأمين العام للجماعة عزام الأيوبي في استقبال الوفد إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي، وعقد الجانبان اجتماعا تشاوريا انتخابيا. العلاقة القديمة التاريخية التي دائما ربطتنا بإخوان في الجماعة، وشخصيا يعني لم أتأثر ولن أتأثر، وأجوب أيضا أجوب لصح التعبير أو أرفض إقصاء أي جماعة سياسية اجتماعية دينية على مساحة هذا العالم العربي. تشاورنا سويا في الاستحقاق الانتخابي، وطبعا المشكلة هي أن مدينة عزيزة عربية وطنية إذا صح التعبير أقصيت من التمثيل النيابي، أقصيت بحكم الخطأ في الحسابات، ليس من الحزب الاشتراكي، من بعض الفرق.
هي هذه المدينة العزيزة علينا جميعا، هي برجة. سنتدارس مع الإخوان، تدارسنا مع الإخوان كيفية معالجة تمثيل برجة، ولاحقا كي لا يكون هناك أي وعد مبني على وعد انتخابي لأن المسافة الزمنية قصيرة جدا، معالجة شؤون برجة الحياتية، وفي مقدمها معالجة شؤون البيئية. الأيوبي من جهته لفت إلى أن الجماعة لديها تفاهمات مع قوى سياسية والعلاقة متواصلة مع الحزب التقدمي الاشتراكي. علاقتنا كما تفضل علاقة تاريخية، ونفتخر بهذه العلاقة التي تتجذر في هذا البلد. إن شاء الله نحن علاقتنا متواصلة، ونأمل إن شاء الله أن نخوض الانتخاب يوم 6 أيار بأفضل صيغة ممكنة، وبعد 6 أيار أيضا هناك استمرار لهذه العلاقة تحت عنوان مصلحة لبنان عموما والمناطق التي نمثلها نحن حيث نتواجد خصوصا. الأيوبي رأى أن اللبنانيين بدأوا يجنون الآثار السلبية لقانون الانتخاب قبل الإيجابية. البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تعمل لوضع الملاحظات على أن تعلن نتائج مراقبتها بعد انتهاء الانتخابات بيومين. نايلة شهوان. قبل أيام من بدء الانتخابات النيابية المرتقبة في 6 أيار المقبل، تتابع البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات الأمور بدقة وتسجل الملاحظات، وهي تتحضر لمراقبة انتخابات المغتربين التي ستجري نهاية الأسبوع. سنراقب الانتخابات التي ستجري خارج لبنان نهار الأحد فقط في 10 دول أوروبية، وقد راقبنا كاتحاد أوروبي سير هذه العملية في أكثر من 200 دولة. سنضع مراقبين في 10 دول فقط، لأننا كما تعلمون الأمر معقد بعض الشيء في خارج إطار حدودنا. سنركز عملنا في أوروبا وتحديدا في فرنسا وألمانيا. وأكد خوسيه أنطونيو دي جابرييل أن مهمتنا المراقبة وليس التحليل، وسيستمر عملنا حتى ما بعد الانتخابات النيابية. نحن سنعلن في مؤتمر صحفي مرتقب أن يكون بعد يومين من الانتخاب ما هي ملاحظاتنا عن عملية سير الانتخابات، خصوصا ما إذا كان هناك من شكاوى للمرشحين لدى المجلس الدستوري. وأنا أتوقع أنه بسبب هذا القانون الجديد والمعقد أن يكون عدد الشكاوى مرتفعا. البعثة التي وصلت منذ أكثر من شهر يبلغ عدد المشاركين فيها 50 شخصا، على أن يصل العدد نهار الانتخاب إلى 100 شخص. وزير الاقتصاد رائد خوري يلتقي وفدا من وكالة موديز ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي يتسلم المشروع الاقتصادي من تيار المستقبل وحزب الله، وافتتاح معرض سمارتكس. التفاصيل في الفقرة الاقتصادية. ندى الحوت. استقبل وزير الاقتصاد رائد خوري وفدا من وكالة موديز لخدمات الاستثمارات، ضم نائب الرئيس إليسا كابوني وألكسندر بيرجيس، وجرى البحث في الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتم استعراض الخطوات الرئيسية التي تقوم بها الدولة اللبنانية على ضوء الاجتماعات الدولية التي حصلت، ولا سيما اجتماعات مؤتمر سادر، حيث عرض الوزير خوري أهمية الاستقرار المالي والأمني في لبنان منذ تسلم العماد ميشيل عون كمهامه لرئيس الجمهورية، ووضع آليات عمل الإصلاح وفقا للإرادة السياسية الراهنة لتأمين المناخات المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض أهمية إصلاح قطاع الكهرباء وخفض العجز التجاري من تنويع الاقتصاد وتفعيل القطاعات المنتجة بناء على نتائج الدراسة الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركة ماكنزي الاستثمارية. تابع المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة شارل عربي تسلم المشروع الاقتصادي والاجتماعي للأحزاب، ملتقيا اليوم وزيرة المال السابقة ريا الحسن ممثلة تيار المستقبل، والنائب نوار الساحلي ممثلا حزب الله، بحضور نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر. الوزيرة ريا الحسن نوهت بخطوة المجلس الاقتصادي للأحزاب أملة أن يثمر هذا الجامع بإيجاد الخطط الاقتصادية المشتركة بين الأحزاب اللبنانية كافة، معتبرة أن البرنامج الاقتصادي لتيار المستقبل هو برنامج واقعي قابل للتطبيق لأنه يعتمد على أسس اقتصادية متينة. النائب نوار الساحلي الذي طرح رؤية الاقتصادية لحزب الله والتي ترتكز في الأساس على الحد من الدين العام ويولي أهمية خاصة للأمور الاجتماعية والاهتمام بشؤون المرأة ومشاريع النقل العام والحد من الاستدانة الغير المجدية، واعتبر أن لقاء اليوم ما هو إلا خطوة أولية لسلسلة لقاءات وتطلعات مع المجلس.
رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارع العربي لفت إلى وجود قواسم عدة لدى البرامج الاقتصادية للأحزاب اللبنانية، مؤكدا أن عند الانتهاء من جمع البرامج الاقتصادية للأحزاب والتيارات السياسية كافة سينشر المجلس الاقتصادي النقاط المشتركة ونقاط الاختلاف أيضا المدرجة على هذه البرامج. افتتح وزير الاتصالات جمال الجراح بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار إيدال نبيل عيتاني ورئيس شركة مايس لبنان إلي رزق النسخة الثانية من معرض سمارتكس الذي تنظمه شركة مايس. يضم المعرض حوالي 100 شركة تعمل في مجال صناعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع المعرفة والحلول والبرامج التكنولوجية لمختلف المجالات والقطاعات. واللافت هذا العام المشاركة العربية والدولية. الرئيس التنفيذي لشركة مايس جيسون رزق أكد إصرار الشركة لتطوير صناعة المعارض في لبنان، وكانت كلمات لكل من رئيس الهيئة الاقتصادية محمد شقير وإلي رزق ورئيس مؤسسة إيدال نبيل عيتاني نوهوا بأهمية المعرض وفرص الاستثمار في لبنان. نكتفي بهذا القدر من نشرتنا، ونذكر أنه سنكون مباشرة بعد النشرة مع كلمات رئيس الجمهورية يواجهها للبنانيين لمناسبة الإستحقاق الانتخابي. إلى اللقاء.